التقرير ونرجع نكمل مع الكابتن الكبير جدا الكابتن عادل طحين. كل اللي اطلبه من لعيبه النادي الاهلي يفتكروا النادي الاهلي. انا ما عنديش امل ان احنا نكسب 5 أو 6، عندي امل ان احنا يبقى شكلنا حلو، هيبه النادي الاهلي ترجع، احترام النادي الاهلي يرجع، الجمهور يملى الاستاد بقدر الامكان زي ما الحكومه ما قالت، التشكيل يبقى مثالي، الملعب يبقى حلو، ملعب نفسه، واللعيبه تكسب وتلعب. انا انزل ريلاكس، ما انزلش مشدود، انزل ريلاكس خالص. انا املي ضايع بنسبه 95%، ال 5% دول عشان يحسنوا شكلي كراجل نادي القرن ونادي ليه سمعه كبيره. خد بالك ازاي انتوا يا لعيبه، انزل ريلاكس، العب كوره ودي النادي الاهلي، العب كوره ودي النادي الاهلي، ده اللي عايزه من لعيبه النادي الاهلي مش اكثر. والله نطلب من اللعيبه الهدوء ونسيان النتيجه بتاعه السبت اللي فات خالص، لان خلاص احنا بقينا بنلعب في امر واقع، انت مغلوب 5، محتاج ان انت على الاقل تجيب ال5 ان شاء الله عشان تلعب اكسترا تايم وبعد كده ضربات جزاء، او تجيب 6 وفي نفس الوقت ما يخشش فيك جول، فده مش امر سهل يعني. طبعا المدير الفني امبارح في ماتش المقصه كان مريح بعض العناصر، يعني كده كده معلول بالايقاف، وكان مريح مروان محسن، كان مريح ناصر ماهر، اعتقد دي عناصر كلها هتبقى اساسيه. اهم حاجه اللعيبه تبقى مؤمنه انها تقدر، ولو لعيبه مؤمنه انها تقدر باذن الله نقدر، وربنا يكرم ان شاء الله. ويعني بجد لو اللعيبه حست بالجمهور وحست بالزعل اللي الجمهور بالاعضاء بالمجلس كله عاشوا الاسبوع ده، بجد يعني مش يكسبوا 5، ده يكسبوا 8 ان شاء الله. ايام الخطيب وايام الناس دي اللي تبقى نازله وعارفه انها هتكسب، واحنا كنا بنبقى بنتفرج اننا بنتفرج على اي حاجه براحتنا، مش النهارده بنبقى قاعدين قلقانين زي ماتش امبارح مثلا. اما يعني الواحد يقول ايه مش عارف، فلازم يهتموا اكتر، واللعيبه على قد ما شايفين جمهورهم يبذلوا مجهود اكتر. اول حاجه اللي انا بطلبه من لعيبه الاهلي يفتكروا حاجه واحده، الاهلي انت بتلعب باسم اكبر نادي في افريقيا، وبالنسبه لنا كاهلاويه اكبر نادي في العالم، فدي كفايه، افتكر ان انت بتلعب باسم الاهلي، انا مش عايز اكتر من كده. فهو لو اي لعيب، هم كلهم رجاله وكلهم قادرين، زي ما احنا اتغلبنا هناك في هفوه بالشكل ده نقدر نفوز وبجداره. العبوا برجوله، فاهم ازاي؟ ما يخافوش من حاجه، ما يهبوش الجماهير، ما يهبوش اي حاجه، يبقى عندهم اراده ان هم يعملوا حاجه، فاهم ازاي؟ وبطلب من الجمهور كمان اللي هو ما يضغطش على اللعيبه، يعني نشجع تشجيع بتاعنا اللي احنا بنشجعه كل مباراه. ليه؟ لان اللعيبه لو حست ان هي مضغوطه مش هتادي. يعني احنا امبارح الحمد لله خدنا 3 نقط مهمين جدا 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 جدا، وان شاء الله باذن الله هناخد الدوري، فاهم ازاي؟ بس اهم حاجه ما يجيش فينا جون، لو جه فينا جون هتبقى مشكله، ابقى حريص ان انا اامن خط الدفاع واجيب جون والعب على هجمه المرتده برضك، اامن ما بقاش مستعجل، لو استعجلت مش هجيب اهداف، لو استعجلت هضغط اللعيبه، لو استعجلت مش هادي اللي انا عايزه، فاهم ازاي؟ احنا هنعمل اللي علينا والباقي على ربنا سبحانه وتعالى، وان شاء الله باذن الله باذن الله هنجيب 6 و6 مش بعيده، احنا جبنا 6 كتير، صح ولا انا غلطان؟ وربنا الموفق ان شاء الله. والله انا احب ان النادي الاهلي لما يلعب يحسسني ان ده النادي الاهلي، لان في المباراه اللي فاتت انا ما حسيتش ان النادي الاهلي اللي بيلعب، بس هو ده اللي انا بطلبه من لعيبه النادي الاهلي، يعني كثيرا او كتير من الجديه شويه في الملعب، هيحقق الفوز باذن الله وهيوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها. والله هو الموقف دلوقتي واخد بالك يعني صعب، انما تكافل جراتو كانت اول مره الاهلي يحصل فيه الكبوه اللي احنا فيها ديت، واخد بالك الخمسه دي وكده، فربنا يسهل ويتكتلوا كده اهوت، واخد بالك، في بيد واحده كده الجمهور يقف معاهم، واخد بالك، والموقف دوت يعدي ان شاء الله كده اهوت، واخد بالك، لان الجمهور كده اهوت، واخد بالك، يعني هيقف جنبهم، واخد بالك، ومهما يحصل كبوات الاهلي، الاهلي بيتغلب على الكبوات دي كلها ان شاء الله. انا عايزهم بس يستمدوا الروح والقتال من الجيل اللي قبل كده، ويشوفوا الجماهير اللي هي بايته عند نادي سموحه، تشوف التذاكر، يستمدوا الروح دي، عايزين نفرح الناس دي بجد،
الناس دي انت خسران 5-0 والناس دي برضو عليها امل 1% اللي انت تيجي برضو هتكسب وباذن الله هتصعد. اطلب منهم ان هم يلعبوا برجوله وبجديه وتاريخ النادي الاهلي مش قليل على اللعيبه والروح بتاعه الفانيله الحمراء، عايزين لعيبه زي بتاعه زمان كده وان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله للعيبه وللنادي الاهلي باذن الله في الماتش اللي جاي. طلب الجماهير كله، يعني مش طلب انا، طلب الجماهير كله وكل اعضاء النادي وكل حد في مصر زملكاوي او اهلاوي كله بيطلب من النادي الاهلي ان هم يلعبوا بروح الفانيله الحمراء وهم رجاله وعلى قد المسؤوليه ويقدروا يفرحونا ان شاء الله ويلعبوا، بس يعني النتيجه دي بتاعت ربنا.